2014 كان هدف اليوم العالمي للسرطان، يعني السنة اللي فاتت زي النهاردة بالظبط، هو تصحيح 4 مفاهيم خاطئة. كان أول مفهوم خاطئ في المفاهيم دي هي إن مصر إن إحنا مش لسنا في حاجة إلى الحديث عن مرض السرطان. وطبعا في الحقيقة كان التعامل مع مرض السرطان بشكل علني كان أكثر إيجابية وأكثر فعالية، فطبعا ده مفهوم خاطئ تماما. في المفهوم الثاني إن مفيش أي علامات أو أعراض لمرض السرطان، وأنا هقف هنا شوية لأن عايز أسأل الدكتور أحمد مصطفى عن حاجة اسمها الأعراض أو العلامات السبعة للإصابة بالسرطان اللي هي من خلال الكشف المبكر. حاجة تانية، خلينا نتفق إن إحنا في مصر مع الأسف الشديد عندنا فشل في منظومة الإعلام الصحي. إحنا عندنا إعلام سياسي ناجح وإعلام رياضي ناجح، في حين الإعلام الصحي في مصر فاشل جدا سواء في تلفزيون حكومي أو خاص. احنا عندنا البرامج الصحيه في مصر يا اما بتبقى فقره ضمن برنامج توك شو بتبقى حشو بس، يا اما بيبقى عندنا برامج صحيه اصلا الناس ما بتشوفهاش. وكلامي ده مثبت لان احنا عندنا في الكليه بنعمل رسائل علميه ماجستير ودكتوراه وابحاث عن برامج التوعيه الصحيه ودورها في التوعيه بامراض وفيروسات معينه، فبنلاقي ان النسب لما بنيجي نعمل السيرفي بنلاقي نسب المشاهدة لا تكاد لا تتخطى 20% وبمعدل مشاهدة يعني ساعة في الأسبوع، فده طبعا معدل مشاهدة يعني ضعيف جدا مقارنة لو قارنا إن برامج أمريكية صحية زي The Doctors و Dr. Oz اللي بيقدمها أطباء ناجحة جدا. فده بيدل على قصور في منظومة الإعلام الصحي في مصر. غير إيه؟ غير إن إحنا ما عندناش لا مراسلين ولا صحفيين ولا كوادر إعلامية مدربة إن هي تقدر تحرر أخبار صحية بطريقة صح. يعني أنا مرة والله دخلت على موقع شهير، موقع إخباري شهير مصري، كان الموضوع عن الأمراض الموسمية وحطت صورة طفل قعيد، يعني إيه العلاقة ما بين الصورة وما بين الكونتنت؟ ده أبسط مثال. تصور يا صور أحسن. يعني لو جاب داعش تصور يا صور أحسن. آه والله. بعدين حتى بالظبط اللي عندنا في الرسائل لما بيسالوا الجمهور ليه بتنصرف عن متابعه البرامج الصحيه، قالوا اللي بنلاقي الالوان غريبه والمذيعه مش عارفه تتكلم او المذيع مقدم البرنامج بيسال سؤال واحد وبيسيب الضيف اللي هو الطبيب يرغي براحته من غير ما يحاول ان هو يستفسر منه عن حاجه، يلا يقول اللي يقوله. فليه اصلا احنا ما ناهلش الاطباء اعلاميا ان هم يقدموا برامج توك شو طبيه وتبقى لا ما اصل وده ما احنا طمعانين في حضراتكم لان ده دوركم يعني المسؤوليه الاجتماعيه، لان مهما كان هو هي مجموعه كبيره طبعا هيبقى المذيع اساسي يبقى طبيب زي دكتور اوز وزي ذا دكتورز كلهم اطباء، وعندي فريق تحرير اعلامي طبعا بيتولى كتابه السكريبت بصوره اعلاميه طبعا بعد الرجوع للماده العلميه مع الاطباء، بحيث ان هم الاقدر على ايصال المعلومه دي. حاجه. الحاجه الثانيه، انا ما عنديش كمان الكوادر اعداد مؤهله ان هي تحرر اخبار صحيه وتعمل تغطيه لفعاليات صحيه. ابسط مثال، الناس ما تعرفش ايه الفرق بين الصليب اللويحي والتصلب اللويحي، هو شال الاطفال ولا شال رعاش، وديسك الاخبار ما بيرجعش وراهم. لا دي اخبار صحه. فاحنا بنتعامل مع الاعلام الصحي على انه كماليات مش اساسيات. نرجع بقى وقت الامراض والاوبئه نقول ايه ده ما كانش فيه توعيه، ما كانش فيه كذا ومفيش كذا ومفيش كذا. حتى احنا ما عندناش لحد دلوقتي قناه طبيه متخصصه في مصر. عندنا يعني برامج للطبخ وبرامج سوري قنوات للطبخ وقنوات رياضيه، ما عندناش قناه صحيه تهتم بتوعيه المواطن. مع ان بره القنوات الصحيه اللي بتدعمها سي بي اس وام بي سي الامريكيه ليها شعبيه كبيره، وبرامج زي دكتور اوز بياخد ايمي اوورد وبياخد جوائز عالميه. احنا ما عندناش الثقافه دي في مصر. فالاعلام الصحي فعلا محتاج اعاده هيكله واعاده تنظيم، محتاج المحررين والمذيعين يتم تاهيلهم ازاي يتكلموا في موضوعات صحيه بطريقه مشوقه، ما يبقاش بس انا بساله قول لي حضرتك النصايح اللي هي بتاعه الانفلونزا الموسميه 1 2 3 كل ده كلام واحنا بنسميه توكينج هيد اللي هو بيتكلم كده وخلاص. ما عنديش ثقافه ان انا اشتغل الانفوجرافيك، انا تلفزيون استغل الجرافيكس في ان انا اشرح مجسمات والامراض والكلام ده كله. في راديو وسيله حلوه جدا ان انا اعمل حملات توعيه هايله للامراض، ايماجينيشن. استغل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام في ان انا ادعم المبادرات الفرديه.
ان انا كمان اخلي التلفزيون ينزل يتابع الفعاليات على ارض الواقع، سواء حمله انت الاهم او غيرها من الحملات الصحيه. كل ده انا عندي فيه اوجه قصور، انا بس بروح اتابع الاخبار الصحيه وانسى ما يبقى فيه يوم عالمي لمرض معين او اي حاجه، بس طول السنه انا مع الاسف ما بتابعش ولا بدعم الانشطه الصحيه اللي بتتعمل. فكل ده قصور في لدى الاعلام الخاص والحكومي او الرسمي، لازم يكون له وقفه، والاهم لازم يكون في متابعه اكبر، لان احنا اللي هنندم لسبب بسيط قوي، ان الدول اللي بره اجنده الصحه هي على راس قائمه الاجندات الرئاسيه والاعلاميه، هنا في مصر هي مجرد كماليات مش اساسيات، مجرد بملى بيها هوا. طبعا بعتذر على الاطاله، خلينا بس نفتكر ان الصحه يعني بتخلينا ملوك، ومن غيرها احنا عبيد المرض. شكرا لحضرتك. بس ممكن اضيف اقول ان شكرا استاذ، انت نصحتي قوي. خلينا هو يتجدد الفتره الثانيه اللي هو كان حاطط نظام التامين الصحي، يعني هو عشان هو قال الناس ان انا الصحي لكل الاتجاه ده الاخلاق ده، فهو الصحه بره حاجه مهمه جدا. شكرا. الاعلام الصحي مهم ودوره ليه. شكرا استاذه ساره، نورتي. خليني اقول لك نصيحه، ان انت ممكن تلاقي تسمع حتى عن شباب صغيرين بيموتوا، يعني انت في احد القنوات الفضائيه كان في احد المصابين فيها لسه 26 سنه وطافه. خليني اقول لك ان هو قبليها بست شهور وهو شغال في القناه اغمى عليه، الناس شافتها عادي، مش نايم كويس مش واكل كويس، بس الناس ما فهمتش ان لما من ست شهور وهو اغمى عليه هو دي دليل ان هو عنده مشكله في القلب. ده كان انسان مثلا بيدخن سجاير بشراهه عملت له مشكله، ربنا بعت لنا انذار بست شهور، بس انت عشان كل اللي في القناه ما حدش شافك حاجه في التوعيه الصحيه، ما حدش قال له خلي بالك، لا انت لازم تروح دكتور. يعني مثلا لما كان زي الانتاج انت ممكن تتصرف لو عرفت ما فيهوش عياده. الحاجة اللطيفة ان القناة دي نفسها اتكلم من السنة، كان معايا مركز الكندي للقلب، قلنا لهم ايه رأيكم تعالوا نديكم تدريبات توعية عن مرض القلب وعن الانعاش القلبي، وان نديك كورسات عن السي بي ار، يعني ازاي لو واحد قدامنا مغمى عليه او لو واحد عضلة القلب اتوقفت ازاي تعملوا سي بي ار. المفارقة ان المتوفى كان في نفس القناة اللي هم ساعتها بعتناهم ايميل ومحدش رد، يعني دايما اقول لك مستشفى 57 عن حاجة هو المكان الوحيد في مصر اللي بعت له ميل ورد عليا، يعني ده مش اللي بنتفضل عندنا ثقافه الميل غريبه جدا، الناس بتبقى حاطه الميل تبعت الميل عمره ما حد يرد عليه. شكرا. يعني قعدت في حد في مصر كلمه في الدكتور 57 يمكن من سنه لما بعت لهم ميل فعلا لقيت الدكتور احمد كان بيرد عليا، فدي يعني حد اشتغل. اعتقد ان هي من المنظمات الناجحه جدا في مصر اللي لم تكن الوحيده في المستوى المدني. استاذه ساره راحت فين؟ خدوها بره. خدوها بره. اقول لها اللي انت قلت خدوها بره. انا عايز اقول لها ان هي عرت المجتمع فعلا للاسف، يعني احنا في الاعلام عندنا فعلا قنوات الطبخ اللي هي بتجيب امراض اصلا، يعني حتى الطبخ عندنا قنوات الاكل وكده ما هو ما بتقدمش الاكل الصحي 100%، احنا بنشوف ولا ايه يعني بيعملوا طواجن ما شاء الله والحاجات دي فاحنا للاسف يعني هي الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، بس مش في مصر، يعني احنا عندنا حاجه تانية هي تاج على رؤوسنا. في أسئلة تانية من الحضور للضيوف الكرام، حد عايز يسأل أي حاجة في